أما تسأل سيادة المستشار تركي الشيخ في الماتش اللي هو صعده فيه في الليجا، يقول لك خلاص أنا كنت وصلت المرحلة إنه يعني خلاص ما مش مكتوب ومش عارفين ويعني إحنا عملنا اللي علينا وبتاع، وزي ما بقول لحضراتكم فجأة يعني بأقدام فرق أخرى وترتيبات وحسابات لوغاريتمية في النهاية وصل الماريا للليجا. في حاجة مهمة جدا إن أنا أشير ليها، إنه من ضمن الناس اللي وقفت وراء الماريا غير شعب الماريا الجمهور المغربي. الجمهور المغربي كان ليه دور كبير، وهم عدد كبير موجود هنا في الماريا. على فكرة الماريا تعدادها مثلا 700,000 650,000 حاجة في الحدود دي. فالجمهور المغربي ده وقف وراء الفرقة.